لله. خلينا اقول لك بصراحه، اي حد في الدنيا اما بتعمل حاجه انت، اما حد بيابريشي بي بي بيقول لك الله ينور، انت تبقى مبسوط. برزنتيشن في الوقت ده محتاجه ده، والحمد لله اديت النهارده اديت لنا ده. اديت عملت النهارده حاجه انا بصراحه ما كنتش متوقعها. هم قالوا لي تعالى ايفنت حضرتك تبقى معانا وحاجات كده، ما توقعتش هم هيكرموا برزنتيشن. بامانه التكريم ده انا كنت محتاجه جدا، رجال البرزنتيشن كانوا محتاجينه، الشركه محتاجاه، لان احنا بجد تعبنا جدا. وحلمك بقى انك توصل يوم الجمعه باي طريقه يعني. الحمد لله اللي عملناه اخذنا رضا العالم، العالم كله بيتكلم عن التنظيم. مش عايز اقول لك كميه العروض اللي جايه البرزنتيشن لتنظيم احداث رياضيه في افريقيا وفي الوطن العربي قد ايه. الحمد لله مفيش، انا ما بعملش حاجه، انا في الاخر راجل استراتيجيات، بعمل استراتيجيات بعمل افكار بعمل، لكن في الاخر في رجاله بتنفذ برزنتيشن اللي الناس بتعرفوش ولازم الناس تفخر بيه. برزنتيشن فيها احسن رجاله في مصر، احسن تيم موجود انا في وجهه نظر يعني، مع احترامي لكل الناس لكل الشركات، احسن تيم في مصر، والنهارده بقول لك احسن تيم في منطقه الشرق الاوسط. بعد اللي احنا عملناه في بطوله كاس افريقيا توتال 2019، انت ممكن تلاقي اي حاجه واستنتج اي حاجه واتوقع كل حاجه. انا ما ينفعش اتكلم في الكوره، لكن اللي يفوز يفوز. نفسي في ماتش يخلص 3-3 وضربات جزاء ان شاء الله يعني. اهم حاجه عايز ماتش يبقى فيه كوره حلوه جدا. حفل افتتاح ان شاء الله، سيرموني حفل اختام، سيرموني بعد البطوله ان شاء الله. هنشوف ليله يوم الجمعه مصر حبات زي في مفاجات يوم الجمعه ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق باذن الله تعملوا نهائي ولا اروع. ربنا يخليك قناه النادي الاهلي، قناه النادي الاهلي طبعا. ده تكريم مش لمحمد فضل، ده تكريم للجنه المنظمه، تكريم للدوله. دي بطوله الدوله، وانا قلت الكلام ده من الاول ومن اول يوم. يمكن كان في انتقادات، يمكن الناس ما كانتش مصدقه بعد القرعه، وده كان اهم حاجه نشتغل عليه، ان انت يبقى انت الفيرست امبريشن او الانطباع الاول مش للمصريين فقط، للعالم. فالناس كلها طلعت بتتكلم، كل وكالات الانباء العالميه قالت ان القرعه تاريخيه، ابتديت تشتغل، طموحك بيعلى. انا بتواجدي النهارده في شركه اديتا، انا بشكر مهندس هاني بيرزي، بشكر احمد سامي طبعا اخويا، ان النادي صدقتني من اول يوم وانا بتكلم على الرؤيه نيابه عن اللجنه المنظمه، المهندس هاني ابو ريده طبعا، مهندس احمد مجاهد، دكتور مصطفى عزام، بقيت اعضاء اللجنه اللي تعبوا جدا وما بيناموش. فانت بتتكلم لما تيجي تنقل رؤيه والناس تصدقك وتدعمك وتبقى واثقه فيك وتبتدي تشتغل تبقى شريك معاك، دي لوحدها نجاح، نجاح ليك ونجاح ليهم ونجاح للدوله. الدوله وفرت كل حاجه، شفت الملاعب عامله ازاي، السدات عامله ازاي، الانفراستراكشر بتاع الدوله لسه هتبني، الترانسبورتيشن اكوموديشن، البرودكاستنج عامله ازاي، كل التفاصيل دي. هو ده الليجاسي، ده اللي انت سايبه، ده التراث اللي انت سايبه بعد كده. بعد كده عشان مش بعد كده وخلاص. هتبني عليه طيب؟ انت هتبني عليه غصب عنك، هتبني عليه ده تاني. اوروبي، كاس عالم ناشئين. هي دي بدايه. تعال بص على اللي بعديها، انت عاوز ايه؟ في الشورت تيرم بلان انت عملته وعملته صح عشان تعمل لونج تيرم بلان. هو ده اللي المفروض هيحصل باذن الله من خلال الدوله المصريه. اللجنه المنظمه بعد البطوله دورها بينتهي تماما، وبعد كده ده مشروع دوله فما تقلقش منه يعني. فانا شايف ان الحمد لله، والاهم خلي بالك احساس الشعب المصري بالفخر بعد الافتتاح ودلوقتي اثناء البطوله، ده مهم جدا. هو ده النجاح. تعبنا قوي، انت ممكن تتعب بس لو ما عندكش دعم ولا حاجه. فاحنا تعبنا قوي قوي، اشتغلنا بحب، لجنه منظمه، والشعب المصري ما صدقك بقى يساعدك، كله بالمؤسسات كلها بتساعدك، الامن. هتقول لي كل، ممكن اقعد اقول لك بقى كل بقى قطاعات بقى، اقول لك وزاره الطيران عملت ايه، ان دي اول مره تحصل، يبقى في صاله مخصصه صاله 4 لاستقبال الوفود، الناس دخلت، وزاره الداخليه، الشباب والرياضه، وزير الشباب والرياضه، وزاره الماليه. ممكن اقعد اقول لك بقى كل الوزارات، تكليف من السيد رئيس الجمهوريه، يبقى الموضوع انتهى. ده بطوله الدوله من الاول، هدفنا ان احنا في البطوله مدة البطولة نوصل للعالم رسائل كتيرة جدا. الحمد لله نجحنا ان احنا وصلنا كل الرسائل تقريبا واكتر، قلنا من اول يوم. وحتى انا كان ليا حديث مع طبعا مهندس هاني ابو ريده، وكان يعني كان تواجدي مع مهندس هاني ابو ريده وزيرة السياحة، وقلنا ان احنا هنعمل دعاية اندايركت بمليارات. حصل. فاحنا ما بنفكرش في البطولة، احنا بنفكر لما بعد البطولة، نظام تذكرتي، نظام الفان اي دي، السكيورتي ميجرز، الفيس ريكوجنيشن في الاستادات. بص فكرنا في كل حاجه لما بعد البطوله مش البطوله فقط، وده الحمد لله لحتى الان نجحنا فيه، ولسه مطالبين كدوله بحاجات اكتر ان شاء الله. هتلاقي كل حاجه ان شاء الله، طبعا هتلاقي كل حاجه. وبقول لك اللي انت زرعته في الشعب المصري، ان انت وريته دولتك تقدر تعمل ايه، وانت بيتحاسب بفخر. ممكن خلي بالك احنا شعب عاطفي،
فانت ممكن تعلى وبعدين تنزل بسرعه. لا انت بقالك فتره صدقت وشفت وجربت، فانت خلاص بقت عندك ثقه. دورك ان انت خلاص هتمشي في التراك اللي اترسم، هو ده الدور. فانا بوعدك باذن الله ان شاء الله يا رب الختام هيبقى مسك باذن الله. فاضل لعيب الكوره شايف الثالث والرابع ازاي وشايف النهائي كان ازاي؟ انا الاول نفسي ارجع العب كوره بالحاجات اللي موجوده دلوقتي. خلي اي حد يلعب لاعب والاستادات. خلي بالك انت 100. انت عملت ملاعب التدريب، الاضاءات بقت 500 لاكسز عكس الاستادات بقت 2500. انت بتتكلم في حاجات لعيبه الكوره هترجع ما تدخل تلعب على الملاعب دي والاستادات. لا انت عامل ريكفري روم في كل الاستادات، عامل حاجه محترمه جدا والله العظيم. يعني كاس عالم، انت بتتكلم في كاس عالم. ناحيه فنيه مش هكلمك غير بعد ما اخلص البطوله، ارجع لمقاعد المحللين. لكن انا شايف ان الاربع فرق هم اكتر اربع فرق يستحقوا. كان نفسي يكون منتخب مصر، كان نفسي منتخب المغرب، بس منتخب المغرب الماتش الاخير اللي خرج ما كانش كويس. فانا شايف ان اربع فرق تستحق. ماتش نيجيريا وتونس هيبقى ماتش قوي، فرقتين محترمين، فرقة تونس عندها خبرة، فرقة نيجيريا عندها إمكانيات. عندك السنغال والجزائر، أنا طبعا يعني في النص بصفتي مدير للبطولة. السلوجن اللي احنا اخترناه يور لاند يور هوم، لازم نكون في حتة وسطية، هي دي. احنا بنخاطب أفريقيا كلها مش عرب فقط. منتخب الجزائر منتخب قوي جدا جدا، منتخب السنغال عنده عناصر قوية جدا. كرة القدم اللي هيحترم المنافس باليوم ده هو اللي ياخد البطولة. نتمنى ان شاء الله يبقى ختمها مسك باذن الله. الحمد لله طبعا لما الواحد بيقول لك كلمة حلوة بتفرق معاك جدا، ومش شرط ان هي تبقى حقيقة او تتحقق، مش شرط، بس ان الناس تقدرك، الناس تحترمك كلجنة منظمة. خلي بالك انا بمثل اللجنة المنظمة، فالناس لما تحترمك لما تعمل كده انت تبقى يعني انت مبسوط انبساط غير طبيعي. يعني انا بقول لك انا فرحان جدا، فخور جدا، بشكر الناس جدا. الشعب المصري جواه خير، بس حركه هتلاقي فيه خير. الشعب المصري صدقك، الشعب المصري مش هيعمل كده غير لو ما صدق، يعني لو ما صدقكش مش هيعمل كده. صدقك وجرب. الفتره الجايه علينا يعني، بص علينا يعني حمل كبير جدا جدا، ان انت تحترم الشعب المصري. نحترم الشعب المصري، تخاطبه من هنا صدقني هيحط فوق دماغه. فانا بشكرهم جدا، ويا رب ان شاء الله ماتش النهائي يشرفونا، ويعني ما يزعلوش مني. انا عارف ان التذاكر، عارف ان كل الكلام ده، بس هيكملوها لمنظر الوطن، وباذن الله هتبقى حاجه مشرفه ان شاء الله.